خلينا نقف مع بعض نستمع لجزء من مزمور 95 وبعد كده صلاة لجناب الراعي. مزمور 95 من عدد 1 لعدد 7. هلما نرنم للرب نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنمات نهتف له، لأن الرب إله عظيم ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكة اليابسة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. كم نشكرك، نباركك، نعظمك من كل القلب، لأنك أنت الله وليس آخر. أبانا السماوي، نشكرك رب من كل القلب لأجل هذا الصباح الجديد، لأجل مرة جديدة نجتمع فيها حول شخصك المبارك، ونشكرك لأنه في هيكلك الكل قائل مجد، وفي محضرك يهرب كل حزن وتنهد. نشكرك من كل القلب لأجل أسبوع مضى باركتنا فيه في كل أعمالنا. نشكرك من كل القلب لأجل المعية ولأجل الرعاية، لأجل الغفران ولأجل العناية رب اليومية بكل واحد وواحدة فينا. نشكرك رب لأنك تظللنا رب بخوافيك، رب تظللنا. نشكرك لأنه في ستر جناحيك رب نحتمي. نأتي إليك رب لكي نحتفل بك ربا وإلها وراعيا وفاديا ومحبا. نشكرك من كل القلب لأنه في كل مرة نأتي إليك فيها في يومك المقدس فإننا نحتفل بصنيعك العجيب الذي صنعته معنا في الصليب وفي القيامة. نشكرك رب لأنك أعطيتنا الكل، بل أعطيتنا رب ابنك الوحيد لكي رب يقدم نفسه ذبيحة عن كل واحد وواحدة فينا. ونشكرك لأنه قام من الموت لكي يعطينا أن نسير زمان غربتنا بانتصار وبخوف. يا رب نشكرك من كل القلب لأنك رب تأتي بنا رب مرة جديدة لكي رب نتلذذ بدسم بيتك. نشكرك رب لأجل المائدة رب التي تضعها أمامنا لكي نأكل ونشبع ونتقوى. ونشكرك لأنك رب عندما تأتي بنا رب إلى هذا المكان فإنك تدعونا أن نخرج لنخبر بكم صنعت بنا ورحمتنا. نشكرك لأنك تأتي بنا لتباركنا فنكون بركة لجميع من هم حولنا. نصلي لأجل كل فقرات عبادتنا، نصلي رب لأجل عبدك رب المهندس مراد وهو يقودنا في الترنيم، نصلي رب لأجل أحبائنا من يعزفون ولأحبائنا من يرنمون، نصلي رب أن تعطينا أن تسبيحا جديدا في أفواهنا للرب إلهنا. يا رب نصلي لأجل عبدك رب من يتكلم إلينا رب كلمة الحياة في هذا الصباح، نصلي رب أن تتمجد فيه، نصلي رب ونحن نحتفل بعملك رب اليوم في كلية اللاهوت الإنجيلية أن تتمجد رب في هذا المعهد وأن تباركه رب كما باركته في كل الماضي. نصلي رب أن تؤيد رب كل العاملين رب فيه بقوة الروح القدس. نصلي رب لأجل كل الطلبة رب والطالبات فيه أن تعدهم رب إعدادا روحيا حقيقيا لبداية رب خدمة حقيقية في كنائسنا. يا رب نأتي رب إليك رب بكل احتياجاتنا، نأتي إليك رب بكل المرضى، نأتي إليك بكل المحزونين، نأتي إليك بكل المظلومين، بكل الغرباء، بكل المسجونين، بكل الذين هم في كل ضيقة.
نصلي لأجلهم يا رب نعمة وعونا في حينه. يا رب نأتي إليك رب بلادنا، نصلي رب لأجل بلادنا، نصلي رب لأجل رئيس جمهوريتنا، نصلي رب لأجل حكومتنا، نصلي رب لأجل كل من هم في منصب كما أوصيتنا. نصلي في اسم المسيح رب أن تأخذ بيد بلادنا إلى شاطئ الأمان، نصلي أن تباركها من كل جهة، نصلي أن تحميها يا رب من كل خطر، نصلي رب أن تعطيها رب ازدهارا في كل شيء. يا رب نأتي إليك ونحن نعلن إيماننا وثقتنا الكاملة يا رب في شخصك المبارك، إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية هو عندك. نصلي أن تضع يدك بالبركة على كل واحد وواحدة فينا، وأن تعطينا رب أن نستمتع بجلسة هادئة هانئة مع شخصك المبارك. في اسم المسيح نصلي ولك كل المجد، آمين. يقول المرنم هنا: هلما نرنم للرب نهتف لصخرة خلاصنا. فاحنا جايين النهاردة عشان نهتف، نغني، نسبح هذا الإله القدير، نسبحه لأنه إله عظيم. في عدد 2 بيقول 3: لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة. هو الإله الحي الحقيقي وحده. عشان كده خلينا نبدأ تسبيحنا بترنيمة رقم 47: لاسم الإله غنوا بالحمد والتعظيم، فلائق ملذ السبح والترنيم. هناخد عدد 1 و2 و3. نسبح ونغني لأنه الإله العظيم فقط، ولكن لأنه هو سيد الأرض كلها. بيقول في عدد 4: الذي بيده مقاصير الأرض، الذي له البحر وهو صنعه، ويده سبكة اليابسة،
السماء والأرض والبحار هو التي هو الذي قد صنعها. وفي مزمور 100 عدد 1 بيقول يقول المرن اهتفي للرب يا كل الأرض. عشان كده الأرض بتغني بالسرور لهذا الإله. ترنيمة 44 يا أرض غني بالسرور. هناخد عدد 1 و2 و4. يا أرض غني بالسرور لربنا السامي العظيم، هيا اعبدوا الرب الغفور بالابتهاج المستديم. 1 و2 و4. السماء والأرض والبحار، السماء تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يدي، الكل قائل ليه مجدا. فلذا أيضا نحن نسبح ونغني لأن إله الحب بيقول عنه كده هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. في حد بيهتم بغنمه زي الرب إلهنا ويعتني بنا؟ اللي بيتغنى به داود الرب راعي مخصص فلا يعوزني شيء. هذا الإله الراعي نقول له هو كلي الحب، الله حب فالسماء والأرض تبدي حبه. ترنيمة 409 الله حب. هناخد عدد 1 و2 و4 و5 من ترنيمة 409. ممكن نوقف واحنا بنقول له انت حب. Oh.
في ناس كتيرة مش مشاركينا في الترنيم، يعني هل ما نقدرش نعبر للرب عن حبنا، بنقول له شكرا ليك لأنك أنت الله الحب كله. وإحنا بنعبر عن تسبيحنا وشكرنا وإحنا بنسبح ونغني ليه، عشان كده المرنم كمان بيغني ويسبح وبيقول له كده، لأنه هو صخرة خلاصنا، هو رب الفدا. كان الشعب زمان كان بيتكلم عن خلاص وخلاص الأرضي، إن هو معاهم ينقذهم من الحروب ومن الشعوب الأخرى. لكن بيقول في مزمور 98 بيقول رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وذراع قدسه، أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره. إن كان بيتكلم عن خلاص شعب الأرض، لكن هل يوجد خلاص أعظم من خلاص نفوسنا؟ هل يوجد فداء أعظم بدم من غير دم الحمل اللي رفع خطايانا؟ كده المرنم بيقول في ترنيمة 225 لرب الفداء رنموا. Oh,
الخلاص العجيب وأظهر بر الفداء أمام عيون الشعوب. خلاصه خلاص كامل، فداءه فداء كامل. عشان كده المرنم في ترنيمة 232 ترنيمة مشهورة، يا عسكر الرحمن من تجنده. الترنيمة دي يمكن بالنسبة لي كان ليها ذكرى لما كنت صغير، كنا في بورسعيد، كان في الاحتلال الانجليزي كان موجود، وكان في حاجه اسمها السولفيشن ارمي، جيش الخلاص، ناس متجنده من الجيش لكن كل قصدها وكل خدمتها هي الكرازه في الشوارع، وكان شعارها هو الترنيمه دي، تم الخلاص هللويا رنموا. كان بيبتدوا بيها دايما الوقفه، اول ما يقفوا كنا نشوفهم في الشارع واقفين عاملين دايره والناس تتلم حواليهم، يقولوا تم الخلاص وهللويا، ويسبحوا الناس تقف وتسمع الرساله، ويختموا فترتهم بتم الخلاص وهللويا. فيا ترى هل احنا بنقدر نسبح ونقول له شكرا ليك يا رب، لانه فعلا انت قد اتممت الخلاص، مش معوزنا، مش محتاج مننا حاجه تانية عشان نعملها، نساعدك شويه، نسندك في خلاصك لينا. يقول كده المرنم، تم، اكمل العمل، مش محتاج مننا أي حاجة، فقط نأتي إن كنا لم نتقبل معه، تعال إليه كما أنت ومستعد أن يقبل، فهو قد أتم هذا الخلاص. ترنيمة 232، يا عسكر الرحمن من تجنده. وهي ترنيمة سريعة، وأعتقد دي محتاجة أن احنا نقف، مش ممكن نقول له إحنا جنود وإحنا قاعدين، فلازم معلش مرة تانية اللي مش قادر يقف ممكن يقعد يعني، بس هي سريعا. يا عسكر الرحمن من تجند في موكب الرب العالي المجد، بنصر دائم فحملوا مالكنا المنصور. تم الخلاص هللويا رنموا، تم الخلاص هللويا رنموا، تم الخلاص هللويا رنموا لربنا يسوع. وافتدى أسرى الهلاك البائسين صرمنا، واقتادهم نحو العلا مجددا إحسانه المشهور. تم الخلاص هللويا رنموا، تم الخلاص هللويا رنموا، تم الخلاص هللويا رنموا ربنا يسوع. ما صوت أجداد السماء بالسلام، والحمد والتسبيح يعلو معلنا، للرب مجدا حيث قد أنا لنا خلاصه المطلوب. تم الخلاص هللويا رنموا، هللويا رنموا، تم الخلاص هللويا رنموا لربنا يسوع. والكاتب الأكوان لاسمه العظيم، والبشر الأملاك جوده العبيد،
هذا مليك النصر من فدى الذي لموت عبده تم الخلاص هللويا رانه تم الخلاص هللويا رانه تم الخلاص هللويا رانه لربنا يسوع. أعتقد ده الوقت اللي احنا ممكن نحن فيه رؤوسنا ونقول له شكرا يا رب لأجل هذا الخلاص. فكر في عمل الرب ونعمته، إنها نعمة غنية، نعمة عجيبة. Amazing grace، تلك النعمة اللي أدركتنا نحن الذين قد انتهت إلينا أواخر الدهور. بعد فترة صلاة أطلب من الدكتور سامح سليمير إنه يتقدمنا في صلاة شكر لهذا الإله. أبنا السماوي رب، نشكرك من كل القلب من أجل شخصك يا رب العظيم المبارك. يا رب نشكرك من أجل محبتك الكبيرة يا رب اللي حببتنا بها يا رب. نشكرك من أجل النعمة الغنية يا رب اللي غمرتنا بها. نشكرك يا رب لأنك دعيتنا أن نكون أولادك. نشكرك يا رب لأنه خطايانا ما وقفتش حاجز يا رب أنك تقبلنا، لكن نشكرك لأن دم المسيح كان فيه كل الكفاية. نشكرك يا رب لأنك غفرت لنا كل خطية، طهرتنا يا رب دم المسيح، وديتنا يا رب أن نقدر نتقدم لعرش نعمتك، نقدر نقترب إليك يا رب في قداستك، محمين في دم المسيح يا رب، ونقدر نتقدم في كل وقت لعرش النعمة كي نجد نعمة ورحمة عونا في حينه. يا رب ألسنتنا تعجزنا تشكرك كفاية عن اللي انت عملته معنا وعن اللي لسه بتعمله معنا يا رب في كل يوم. ادينا نعمة يا رب ان قلبنا يكون مغمور بالشكر والعرفان لعملك، وان حياتنا يا رب تكون شهادة لرحمتك، شهادة لنعمتك يا رب، نكون نور لكل الناس برحمة ومحبة المسيح. بشكرك من أجل عبادتنا أمامك يا رب، نطلب من كل القلب رب أنك تقبلها كرائحة بخور زكية أمامك. تستحق تاخد كل الكرامة وكل المجد رب في اسم المسيح. آمين. عشان كده أعتقد إن كل ما بنقرب منه بنحس ب قد إيه هو حلو في حياتنا. يقول المرنم في مزمور 55 كلمات دي عن الرب في علاقته معاه، بيقول له: مل أنت إنسان عديلي إلفي وصديقي الذي معه كانت تحلو العشرة، إلى بيت الله كنا نذهب في الجمهور، معه تحلو العشرة. فيا ترى كم ساعة بنقضيها معاه؟ مرنم في ترنيمة 161 بيقوله كده: يا طيبة ساعات بها أخلو مع الحبيب. فهل إحنا معانا ساعات بنخلو بها مع الحبيب، ولا اكتفينا بحضورنا أو بجلسة سريعة بنقضيها معاه أول النهار أو آخر النهار؟ خلينا نرنم الترنيمة دي وإحنا بنفكر في معانيها، إزاي نقدر نقرب منه أكتر في أوقات بنقضيها معاه أكتر. ترنيمة 161. Thank you.
بها أخلو مع الحبيب يجري حديثي معه سرا ثلاثة وبيتكلم بيقول فجيد أن ننتظر بالصبر والصلاة ونتوقع بسكوت دوما خلاصا فكثرة الحرب لنا هي دليل الانتصار. حد جرب دي في حياته إن إبليس عمال يقاوم لما يكون في خدمة ولا في عمل ولا في مشروع يمجد الله وإبليس عمال يقاوم 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 وإذا إحنا خضعنا ليه بنفشل لكن إذا قاومنا الرب بيقف ويشدد ويشجع ويدي انتصار فعلا نقدر نهتف بيه ويرتد هو بالاندحار ونحن ننتصر بشخص الرب. احنا جربنا دي في خدمتنا في علاقتنا مع الله ان هو مرات كثيره بيحصل ده لكن لما بنقف قدامه الرب بيشجعنا وبيقوينا. لكن اذا كان هو الاله العظيم هو سيد الارض هو نبع كل الحب هو الفادي ومتمم الخلاص هو الإله الذي تحلو معه العشرة ألا يستحق هذا الإله نيجي ونحط حياتنا بين إيديه ونقول له أحيا مع الإله إلى منتهى الحياة ولا في حاجة تانية هي اللي بتشغلنا ونقول له مش فاضيين لك النهاردة. معلش مرة تانية هطلب ممكن أن نقف ونختم بالترنيمة 434 أحيا مع الإله إلى منتهى الحياة نأخذ عدد 1 و3 و4 ترنيمة 434 لا أرهب الألم أحيا في سلام
أبانا كم نباركك ونعظم اسمك من كل القلب في يومك المقدس الذي قد سمحت أن نوجد في محضرك فيه. نأتي إلى عرش نعمتك نشكرك لأنك إله حقا عظيم، إله كبير فوق كل الآلهة، إله مستحق كل السجود والإكرام، لأنك أنت ولينا الحي الذي أوجدتنا من العدم وأعطيت لنا أن نوجد وأعطيت لنا ألسنة وأذان لكيما نسمع وعقل لكيما نفهم مشيئتك وإرادتك في حياتنا، وأعطيتنا الفرصة أن نقبل إليك أمام عملك العظيم الذي قد صنعته لأجلنا عن طريق ابنك المحبوب يسوع الذي وضع ذاته لأجل أثم فجار نظيرنا. ولكن أعظمك لأنك قد أتممت فيه خلاصنا، فهتفنا وسبحنا لشخصك أنه قد تم الخلاص. هللويا. إن نعظمك لأنك أنت قد أحببتنا فضلا، وأنت قد أبقيت لنا هذه الفرصة لكما نأتي لكما نعبدك، نتقدم أمامك بذبائح الحمد والشكر لجلالك. نلتمس يا رب أن تقبلها كذبيحة بخور أمام شخصك، وأن تعطينا نعمة لكيما فعلا يا رب نسلمك كل الحياة، كل أيام حياتنا تكون بين إيديك، لنعلن مجدك، تعلن مجدك فينا، فنخبر بكم صنعت بنا ورحمتنا. بين إيديك يا رب نضع باقي فقرات عبادتنا، نضع كلمة عبدك تؤيده بقوة بروحك، تعطينا أذن مفتوحة لكيما نفهم لكيما نعمل ولكيما نخبر. ولك أهدي من كل القلب كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين. بشكر جدا أخونا مراد وأحبائي اللي قادوا الترنيم، وهيكون لنا فرصة أخرى للاستماع للترنيمة الخاصة لكن بعد الفقرة اللي جاية. أنا مبسوط جدا النهاردة لوجود شخص عزيز جدا علينا كلنا وصديق للكثيرين منا، وخدم الكنيسة في السنة اللي كانت بعد يعني اعتذار الأسيس مكرم أو تقاعد الأسيس مكرم، قاد الكنيسة خلال السنة اللي ربنا قادوا فيها وبركوا فيها جدا لقيادة الكنيسة خلال هذه الفترة. معنا النهاردة الدكتور الأسيس عاطف مهني مدير كلية اللاهوت الإنجيلية، واحنا النهاردة بنحتفل بيوم أو أحد كلية اللاهوت الإنجيلية، والأسيس عاطف هيقدم لنا في الأول نبذة أو أخبار عن كلية اللاهوت الإنجيلية، وبعدين نستمع للترنيمة الخاصة، ثم نستمع لكلمة الله العظة مع الفاضل الدكتور الأسيس عاطف مهني. مرسي يا أسيس يوسف، وأنا بشكر إلهي من أجل الكنيسة الغالية مصر الجديدة اللي بتعبد فيها مع أسرتي من سنة 92، واللي بلاقي منها كل دعم وليها دور كبير في حياتي. بشكر ربنا أن أنا أقدر النهاردة أكون موجود أحتفل معاكم بأحد كلية اللاهوت، وأخذ التشجيع اللي أنا متوقعه من كنيستي. كلية اللاهوت تأسست سنة 1863، يعني السنة دي هي السنة 154 في تاريخها، تاريخ حافل وطويل، بركات عظيمة ربنا عملها في كل القطر المصري والشرق الأوسط والسودان بلاد العربية اللي حوالينا، من خريج الكلية اللي ربنا طلع منهم وعاظ ومعلمين ومفسرين وقيادات في التنمية وقيادات في كل المجالات. كنيسة مصر الجديدة كان ليها إسهام عظيم في كلية اللاهوت من خلال أسيس الياس اللي هو كان مدير الكلية، أسيس مكرم اللي كان مدير الكلية رئيس المجلس عدة سنوات، أستاذ علم الوعظ أستاذنا كلنا إلى هذه اللحظة، وهو
بيقدم علم الوعظ في الكنيسة في كلية اللاهوت لحوالي تقريبا قرب 40 سنة، وحاليا الأسيس يوسف كمان بيدرس علم الوعظ في الكلية مع الأسيس مكرم. فتاريخ عطاء كبير، غير بقى كم القيادات الجميلة اللي بيلتحقوا بالدراسة في الكلية في أحد برامجها. كلية اللاهوت الحقيقة اللي يشجعنا ونشكر الله عليه هو الأثر اللي ربنا بيستخدمه فيها خلال السنوات الأخيرة، العشر سنوات الأخيرة بصفة خاصة. لقينا في نمو كبير في عدد، مش بس في عدد الطلبة لكن في حياتهم وفي أثرهم. الإحصائيات الدقيقة من المجلس العام الراعي والكرازي أننا عندنا حوالي 95 كنيسة أو جهة كرازية زرعت أو أنشئت في خلال العشر سنين الأخيرة. ده رقم كبير جدا، بيمثل ما بين ربع التلت عدد كنيسنا الإنجليزية المشيخية كلها، غير كتير من الكنائس اللي كانت عبارة عن جهات كرازية وتم إنها بقيت كنيسة عمرانة مش بتجتمع مرة في الشهر أو لما يطلح لها قفلة بيتشغالة على طول. بعض الكنائس اللي يمكن حضراتكم ما تتخيلوهاش في قرى صغيرة جدا في الجبال، مدارس الأحد بتصل فيها لخمسمية طفل، واجتماع السيدات ممكن تلاقوا فيه 200 طفل. حاجات جميلة جدا في بلاد بالنسبة لنا يمكن مش على الخريطة، بيعملوها أولادنا اللي طالعين خريجين جداد من الكلية. مش قادرين نتابع أخبار الناس اللي في البرامج اللي هي زي المسائي أو العلمانيين. ربنا بيستخدم ناس كتير جدا منهم في أعمالهم وفي أشغالهم جوه مصر وخارج مصر وفي بلاد كتيرة جدا كخدام وكمرسلين من خلال الأعمال ربنا بيعملها لهم. عندنا خريجين مصريين أو من بلاد أخرى في العراق، في سوريا، في السودان، في الجاليات العربية في أوروبا، بيخدموا خدمة غير عادية. نشكر الله من أجل الأثر والثمر ده. مرات بلتقي بشباب من خريجين الكلية في بلاد زي السودان وسوريا وبسمع عن أخبار غير عادية، سواء عن عمل الله في ظروف صعبة، في ظروف حرب، وإزاي الناس دي بتشتغل متمسكة بإيمانها، متمسكة بخدمتها، والله بيزرع من خلالها أعمال وكنائس جميلة جدا. الكلية مش بس بتقف على تخريج القصوص، لكن عندنا أفرع في المنيا وفي اسكندرية، وعندنا خدمة ممتدة لقيادات الكنيسة، لأن دي مسؤوليتنا أن احنا نخدم الكنيسة ونقدم لها تعليم. فعندنا دلوقتي تدريب مستمر مع المرأة وتدريب مستمر مع الشيوخ بديناه السنة اللي فاتت، لأني كتير من الكنائس اللي ما فيهاش أسس يفرق جدا معاها أن يكون فيها شيوخ متعلمين يعرفوا يدير الكنيسة بحكمة وبتعليم وبتقوى. آخر حاجة أقولها أن احنا تركيزنا في الكلية في برامجنا خلال السنوات الأخيرة أنه ما يكونش مجرد تعليم عقلاني مجرد عن العقيدة ومع أهمية كل هذا الكلام، لكن احنا بنؤمن أن التعليم المتكامل هو تغيير في العقل وفي القلب وفي اليدين، في الفكر وفي التغيير الحقيقي في الحياة وفي السلوك والتقوى، وأيضا في مهارة اليدين، وده اللي احنا بنحاول نطوره في كلية اللاهوت. دعمكم لينا بالصلاة، دعمكم لينا بأن أكبر حد عدد من شبابنا نشجعه أنه ينضم للكلية، لأن احنا عايزين نوعيات متميزة تخدم ربنا، وبالتأكيد دعمكم المادي هي بركة كبيرة، احنا بتفرق معنا في مصاريف رهيبة للكلية. شكرا. الترنيمة اللي هيقولها الكواير بيقول: يسوع أنت كنزي العظيم، يا منبع الرحمة والحنان، كمريم أكث لديك ربي، فراحة نفسي بذا المكان. الترنيمة دي أول مرة أعرف أن الألف الترنيمة دي هي سوزي فام،
واللي لحن اللحن بتاعها هو أخوها دكتور صامويل فام. هنستمع إلى الترنيمة. من الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 11 أعداد من 1-6. الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 11 الأعداد من 1-6. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء، فإنه بهذا في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله، حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار. اشهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.
يبارك الله كلماته المقدسة لنا. الإيمان الذي لا غنى عنه، الإيمان الذي لا غنى عنه. وأنا النهاردة بتقدم عشان أتكلم في الموضوع ده، أنا مش جاي كواعظ ولا كمعلم، لكن كتلميذ حقيقي بقول له معاكم يا رب زد إيماني، لأن في لحظات كثيرة نخيب عن أننا نقدم نموذج للإيمان الحقيقي كما يرضى الله. الآية اللي هتكلم عليها وركز عليها وإحنا بنشوف الإيمان الذي لا غنى عنه هو عدد 6، لكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود ويجازي الذين يطلبونه. الحقيقة الرسالة للعبرانيين نقدر نفهمها بصورة جميلة وربما بصورة أعمق لو افتكرنا أنها كتبت في ظروف اضطهاد شديدة لجماعة من العبرانيين اللي هم اليهود اللي قبلوا المسيح أو المسيحيين اللي من أصل يهودي. ونتيجة هذا الاضطهاد والضيق جاء تفكير كما يعتقد بعض أو معظم المفسرين، جاء تفكير بسيط عندهم، ماذا لو أخذنا خطوة إلى الوراء؟ ماذا عن خطوة إلى الوراء؟ دول مش راجعين للوثنية، مش راجعين لعبادة أصنام، لكن هي ما زالوا هنبقى في الإيمان بس نبعد. إذا كانت المشكلة في المسيح، ماذا لو رجعنا ليهوديتنا؟ الله معلن فيها الإله الوحيد الإله الحي، لكن إحنا إذا كان المسيح جايب مشكلة إحنا هنرجع خطوة واحدة لوراء لغاية لما تزول الغمة. كاتب الرسالة للعبرانيين شعر أن التفكير ده في منتهى الخطورة، الارتداد عن الله الحي في منتهى الخطورة. وبكده قدم في رسالة العبرانيين إزاي أن المسيح أفضل من أي شيء في تراثكم اليهودي ممكن تكونوا بتفكروا ترجعوا له. هو أفضل من الناموس اللي هو أعظم شيء عنكم عندكم، أفضل من موسى اللي هو النبي العظيم عندكم، أفضل من هارون بكل كهنوته، أفضل من الملائكة، أفضل من الذبائح كلها اللي ممكن تفكروا فيها، أفضل من أي شيء ممكن يكون في تراثكم. وإذا كان استهتاركم أو تراخيكم في أي حاجة زي كده زي الناموس كل تعدي ومعصية قد نال مجازاة عادلة، فكم بالحري عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحق لمن داس ابن الله وحسب الدم الذي قدس به دانسا. إذا كانت الحاجات دي الاستهتار بيها والاستخفاف بيها كان لي دينونة عادلة، كم بالحري يكون للي أفضل من كل هذه الأشياء يسوع المسيح. فكان ده أول تحذير، لكن التحذير ربما الأكبر والأهم إن هذا الارتداد يعبر عن رجوع عن الإيمان الصريح. الله اللي أعلن نفسه بأفضل إعلان مش في الآباء بأنواع وطرق كثيرة، لكن في قمة الإعلان أعلن عن ذاته وعن مراحمه وعن قدسته وعن كل شيء في ابن يسوع المسيح. فالارتداد ده مش بس رجوع لأشياء أقل، لكن الارتداد ده هو عدم إيمان، وبدون إيمان لا يمكن إرضائه. وكأن كاتب الرسالة العبرانيين بيقول لنا هنا تحذير، إيمان ده مش بادج، مش أكسسوري أقدر أحطها أتزوق بيها في وقت عايز أروح في الكنيسة أو أقول إن أنا خادم، وفي وقت تاني حاسس إن هيجيب لي مشاكل ومخاطر أركنه على جنب. الإيمان ده مش حاجة تقدر تحطها في الوقت أو تاخدها في الوقت اللي أنت عايزه وتركنها في الوقت اللي أنت عايزه. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. أتكلم في 3 نقط سريعة. إيه عناصر الإيمان، هذا الإيمان اللي لا غنى عنه؟ لماذا لا يمكن إرضاء الله بدون إيمان؟ وإيه الإيمان الذي يرضي الله؟ إيه عناصر اللي لا غنى عنها
في الإيمان المسيحي. ببساطة جديدة هو بيقول إن يجب الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود، ده أول عنصر، والعنصر الثاني يجازي الذين يطلبونه. والحقيقة إني المفردات والترجمات يمكن مش قادرة تاخد كل جمال اللغة اللي فيها هذا العدد. كلمة موجود هو حاجة زي verb to be الموجود عندنا، وصعب دايما ترجمته في اللغة العربية بشيء ليه معنى. لكن إن الله موجود أو كلي الوجود، إنه حاضر، مش وجود شيء ما، إنه مش مخفي، إنه الكوباية موجودة هنا، الميكروفون موجود هنا، الكتاب موجود هنا، لا، هو بيتكلم على وجود وكينونة إله حي. هي تقريبا نفس الكلمة وإن كانت في العبرية لله لما سئل عن اسمه، وهو قال أنا هو أهي الذي أهي، أنا الكائن الذي يكون، أنا الكائن اللي على طول موجود، أنا سر الوجود، أنا الوجود نفسه، أنا الحياة. فكلمة إن الله موجود مش بتتكلم مجرد على إن فكرة إن الواحد ما يكونش ملحد ويكون فاكر فاهم إن الله موجود في شيء ما زيه زي غيره، لكن هنا بتتكلم على الإله الكائن الذي يكون، الإله الحي. اللي يجي لله لازم يعرف إنه إله حي موجود دايما، وإنه يجازي الذين يطلبونه، يعني موجود ومتفاعل في حياتنا، مش زي آلهة، هو حي ليس مثل آلهة الشعوب، الأصنام اللي هو مش عارفينه هو إيه، اللي ممكن تكون أنا بصنعه بنفسي من خشب أو من فضة أو من نحاس، ليها أذان ولا تبصر، ليها عيون ولا تبصر، ليها أذان ولا تسمع، ليها مناخر ولا تشم. لا، هو مش كده، هو إله حي. لكن مش بس كده، هو إله حي ومتفاعل في حياتنا، وده اللي بولس وهو بيتكلم ناس بسطة جدا مش عارفين شيء عن الله الحي كان بيقول لهم، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. ده مش إله بس حي وموجود لكن somewhere there ما نعرفش هو فين ولا بيعمل إيه، لكن هو حي ومتداخل في كل أمور الحياة. إن ما كنتش تؤمن بالله إنه حي وإن به نحيا ونتحرك ونوجد، يجازي الذين يطلبونه، يسمع ويستجيب ويتفاعل ويعمل، أنا أفعل وأنا أرفع يقول الرب. إذا ما كنتش بتذهب لله بهذا المفهوم يبقى إيمانك عن الله غلط. عناصر مهمة جدا، إيماننا إننا إن الله موجود كإله حي، وإن هذا الإله الحي هو متداخل في أمور حياتنا الكبيرة والصغيرة، في الممالك، في الشعوب، في السياسات، وأيضا في تفاصيل حياتنا بما فيها الأكل والشرب وتأميننا وأمراضنا وصحتنا وسلامنا إلى آخره. نقطة تانية، لماذا لا يمكن إرضاء الله بدون إيمان؟ هنا كاتب الرسالة للعبرانيين في العدد اللي قبليه على طول بيكلمنا عن أخنوخ، إن هو بالإيمان نقل، في عدد 5 نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. في التكوين بيقول وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله نقله، والآية دي على غربتها تأمل فيها الناس بلا حدود وحاول يفكروا إيه معناها. صار مع الله، حياته مع الله الإله اللي آمن إنه موجود وإنه حي، فعاش معاه رحلة الحياة كلها، عاش معاه، سابه يتدخل في حياته، مشي معاه رحلة الحياة،
وكأنه الله اللي صار صديق لي خده مباشرة دون أن يأخذ الموت. هم ماشيين مع بعض، مسيرة الحياة في الأرض امتدت إلى مسيرة حياة في السماء، لم يوجد لأن الله نقله من القلائل اللي احنا نعرف إن هو ما مش عارفين مات وإزاي ولا حصل إيه، لكن مسيرة حياة امتدت على الأرض كل يوم لصديقه الله اللي بعد كده بقي نقل لكي يكون معه كل حين. هذا الشخص بيستنتج كاتب العبرانيين بتلقائية، إذا كانت القاعدة إن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لابد إنه في هذه الحياة التي تميزت بأنها مسيرة كاملة فيها الله يتداخل في كل شيء، مسيرة كاملة مع الله، لابد إنه أرض الله، مع أن التعبير ده مش موجود في التكوين، لكن هو بيستنتجه بتلقائية. إذا كان مشي معاه هذه الرحلة اللي هي بتعبر عن الإيمان، يبقى هو أرض الله بالتأكيد، وعاش حياة الإيمان بالإيمان، قدر يعمل هذا الكلام. ليه لا يمكن إرضاء الله بدون إيمان؟ لأني أولاً بدون إيمان بيهين الإنسان الله، بدون إيمان الإنسان بيهين الله. إيه تتخيلوا مشاعر الله تجاه آدم وهو بيثق في كلام إبليس الحية أكتر مما يثق في كلامه؟ لن تموت، أحقاً قال الله كذا كذا كذا؟ لا ما تصدقوش، لن تموت بل يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصيران مثل الله عارفين الخير والشر. تفتكروا إيه مشاعر الله تجاه شعبه اللي بيقول عليهم إن هم صاروا معاه 40 سنة أبصروا فعلي وشافوا قواته، لكن 40 سنة هذا الشعب وهو مع كل مشكلة يتذمر وبينسوا أعمال الله العظيمة معاهم في البرية من حماية ورعاية ونعمة ومعية، إزاي يخرج ليهم ماء من الصخرة، إزاي يعطيهم المن والسلوى، إزاي يديهم عمود نور لكي يرشدهم في الليل، وإزاي يظلل عليهم بسحابة، إزاي نعاملهم لم تبلى وثيابهم لم تتمزق، ومع ذلك في كل لحظة بيقول إني أبغضت هذا الجيل لأنهم شعب قاسي قلبهم. في العهد الجديد بنشوف إزاي الله بيعاتب أو بيوبخ مرات تلاميذه لأن عدم الإيمان بيهينهم بيهينه. بنشوف الرب يسوع هو بيقول لبطرس اللي شاف كل أعماله هو جاي بيقول له مرني أن آتي إليك، ومشي خطوتين وابتدى يقع، بيقول له فين إيمانك يا قليل الإيمان؟ والتلاميذ وهم في السفينة يا ما شافوا أعماله وحمايته ورعايته، وفي لحظة هاجت السفينة، أما يهمك إننا نغرق؟ في لحظة بيكلمهم على إحذاره من خمير أي تعاليم الفريسيين، ابتدوا يقلقوا ده احنا نسينا ناخد خبز معانا، وهو بيقول لهم فين إيمانكم؟ وقت كانوا لسه راجعين من إرسالية عظيمة واختبروا إن حتى الشياطين تخضع لهم باسمه، ورجعوا بعد شوية ونسيوا ومش عارفين إزاي إن هو يشفوا بنفس الشيء وبنفس الإيمان وباسم يسوع المسيح الغلام اللي كان عنده صرع، وقال لهم أيها الجيل الأعوج غير المؤمن إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم؟ توما اللي شاف كل حاجة عن رب يسوع ويجي لحظة ويقول له ما كنتش أحط إيدي في اللي أنا شايفه ده ومش هأؤمن إن هو قد قام. عدم الإيمان بيهين الله، عدم الإيمان أو بدون إيمان بيفتقد الإنسان القدرة على الطاعة. بنشوف في سفر العبرانيين علاقة غير عادية في أصحاح 11 بصفة خاصة، علاقة غير عادية بين الإيمان والطاعة. نوح
لما أوحي لي بنى فلكا طاع، بمجرد ان الله قال له ليه بالإيمان، بيبتديها بالإيمان، مش لأن ابتدى يشوف فعلا ويصدق ان في مطر وفي فيضان وفي طوفان وفي خطورة، ما كانش لسه شاف حاجة، لكن صدق فقدر يطيع. نفس الشيء نقدر نشوف موسى ان هو قدر يقود شعبه ان يخرجوا من أرض مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان موسى نفسه اجتاز في البحر مع الشعب، مش لأنه شاف إن الأرض بقيت موجودة ممهدة هناك، لكن لأنه صدق كلام الله فقدر إن هو يبتدي الاجتياز في البحر وانشق البحر. اللي بالإيمان نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، هزموا جيوش عظيمة، وفي نساء أخذوا أمواتهن بقيامة، يعني تسببوا زي الأرملة اللي مع إليشع وإيليا، إزاي كان أقيم ابنها. كل الحاجات دي مش لأنهم شافوا حاجة، لكن لأني حصل قدامهم مجرد كلمة أو وعد من الله أو من نبي الله أو من شريعة الله، كان هذا الإيمان كافي ليهم للطاعة. بدون إيمان بنهين الله، بدون إيمان ما نقدرش نطيعه طاعة حقيقية، بدون إيمان بنفقد القدرة على الثبات في وقت الضيق. أنا لا أتكلم فقط على الأعمال العظيمة زي النقطة اللي فاتت، لكن في أوقات صعبة بتمر علينا والله بيسمح بيها، مين يشيلنا غير الثقة في إله وفي صلاح هذا الإله؟ مين يشيلنا غير هذا الإيمان؟ عشان كده في وسط أبطال الإيمان تيجي كلمة إن في ناس بالإيمان تقووا من ضعف، وفي إيمان ناس في وسط من أبطال الإيمان، مش بس اللي هم عملوا الحاجات العظيمة وأطفأوا قوة النار وسدوا أفواه أسود، لكن في ناس قدروا بالإيمان إن هم يحتملوا العذاب، لم يقبلوا النجاة، تجربوا في جلود غنم، في جلد وهز، في قيود وحبس، رجموا، نشروا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتزين، مكروبين، مذلين، تأهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم. إزاي قدروا يعملوا الحاجات دي؟ إزاي قدروا وإحنا بنشوف هذا الكلام بيننا ككنيسة؟ بنشوف إن ناس ربنا بيستخدمهم في أعمال عظيمة، وبنشوف ناس ما كناش نتوقع أن يستحملوا كوارث عظيمة زي إخواتنا اللي مروا بتجربة قاسية الأسبوع اللي فات. والله بنعمته العجيبة بيعزي ويرفع، إحنا مش قادرين نحتمل وهم محتملين. إزاي؟ نعمة الإيمان اللي تقدر تشيلنا في وقت الضيقات ووقت العواصف، تقدر تعدينا بأمان من شاطئ العواصف للشاطئ الثاني، وإحنا إيماننا محفوظ حتى إن كانت الألام موجودة. أخيراً، إيه هو الإيمان اللي يرضى الله؟ إيه الإيمان اللي يرضيك يا رب؟ الإيمان اللي يرضى الله هو إيمان في مزيج من عدة أمور، هو إيمان في قدرة الله، وربما ده يكون على مستوى العقلي، ده مهم جدا إن احنا نؤمن إن الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه شيء أمر، إن الله هو اللي قدر زي ما بيقول عنه في بداية الأصحاح إنه بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. يعني الله ده بكلمته ومش محتاج حاجة يبني عليها،
حتى إنه قدر يعمل الحاجات اللي إحنا شايفينها ما يرى من أشياء لم تكن ظاهرة، يعني ما كانتش موجودة من الأساس. الله لا يحتاج حتى لشيء ما يبني عليه، لا يحتاج لبذرة، لا يحتاج لنواة، لأنه هو خالق كل الأشياء بكلمة قدراته. محتاجين الإيمان اللي يستعيد إن الله هو القادر أن يفعل كل شيء، لكن في بعض الناس بتيجي لله وهي متشككة. جالوا ابن الرجل ده الغلام اللي كان بيزبد، اللي كان عنده صرع، وبيقول له يا سيد إن كنت تستطيع شيئا، بيقول للرب يسوع إن كنت تستطيع شيئا فتحنن وأعنا. في مرات بيبقى عندنا شك، هل فعلا الله يقدر يعمل شيء ولا لا؟ وإحنا محتاجين إننا نتذكر إن الله ده هو اللي بيدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، لأنه في لحظة يقدر يخليها موجودة. حاجة تانية اللي في الإيمان اللي يرضي الله، مش بس اللي فيه ثقة كاملة في كمال قدرته، لكن الثقة الكاملة في كمال محبته. زي ما جاله واحد وبيقول له إن كنت تستطيع شيئا، مش متأكد يستطيع ولا لا، جه واحد يقول للرب يسوع إن أردت تقدر أن تطهرني. أنا عارف إنك تقدر، عارف إن عندك المقدرة، لكن مش عارف إنت عايز ولا مش عايز. مرات بنيجي وإحنا مش متأكدين من مراحم الله الغنية تجاهنا، ومحتاجين إن إحنا ربنا يجدد الحاجات، الأمر ده جوانا، وإحنا نثق إن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح معانا وعلينا، وإن هو الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. لكن كمان إحنا محتاجين للثقة في صلاح مشيئته وكمال حكمته. مرات بنتعجب، إذا كنت، وده مرات بتحط تساؤل عند الناس اللي بيلحدوا، لو الله كلي الصلاح وكلي القدرة، ليه في حاجات كويسة ما بتحصلش؟ بالعكس، ليه في حاجات، ليه بيسمح إن حاجات وحشة تحصل؟ يا إما هو مش قادر، يا إما هو مش عايز، يا إما مش كلي القدرة، يا إما مش كلي الصلاح. وهنا نحتاج إن الله يدينا ثقة أبعد من هذا ومن ذاك، يدينا ثقة إن مش كل حاجة في محدوديتنا نقدر نفهمها، نثق إن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، ونثق أيضا إن أفكاره ليست أفكارنا ولا طرقه طرقنا، يقول الرب أنه مثلما ارتفعت السماوات على الأرض ارتفعت أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا. مشكلتنا إن إحنا وإحنا قد كده عايزين نفهم كل حاجة، عملها ليه وعملها ازاي او ما عملهاش ليه، ليه متأخر، ليه سامح بكذا، كل حاجة عايزين نفهمها عشان نمشي مع الله. لا الوقت ولا امكانياتنا العقلية ولا الإيمانية ولا فكرنا يقدر يستوعب هذا الأمر، لكن ربما يوما ما سنعرف كما عرفنا. الإيمان هو اللي هنا بيقودنا، مش بس في قدرته ولا في رحمته، لكن أيضا في حكمته. وأخيرا الإيمان اللي يرضى الله هو الإيمان اللي فيه ثقة إن النصرة النهائية آتية، حتى لو اختلت الخطوات المرحلية. جمال سفر الرؤيا، لو تقروه، كل سفر الرؤيا مليان حلقات من الضربات والمشاكل والاضطهادات والضيق، لكن سفر الرؤيا كله عبارة على أني حتى لو أنت فاكر أن الألم وصل للنهاية، الاضطهاد وصل للنهاية، الهزيمة وصلت للنهاية، لا، النصرة النهائية هي المنتظرة في النهاية من إلهنا. أدرك كده كتير من الناس، عشان كده بولس مرات يعزينا بكلمات رائعة، وهو يقول لنا إن إحنا ممكن نكون مكتئبين لكن غير متضايقين، ممكن تيجي أوقات نكون متحيرين لكن غير يائسين، ممكن مرات نكون مضطهدين
لكن غير متروكين. ممكن مرات يحصل أن نختبر في جسدنا إماتة الرب يسوع المسيح، نبقى بنموت، لكن في الواقع أن حياة وقيامة يسوع تظهر في جسدنا. ممكن أن إنساننا الخارجي يفنى، لكن إنساننا الداخل يتجدد كل يوم. ممكن نكون قدام نفسنا وقدام الناس كأن لا شيء لنا، لكن في الواقع بيسوع المسيح نحن نملك كل شيء. عايزين نيجي لله النهاردة ونقول له يا رب زد إيماننا. الآية الجميلة اللي بتقول أما البار فبالإيمان يحيا، أحد ترجماتها أما المتبرر فبالإيمان يحيا، هي الحاجتين. إحنا بنعيش بالإيمان، بننتقل من الموت للحياة بالإيمان مش بالأعمال، لكن إحنا كمان كمتبررين لا يمكن أن نعيش عيشة حقيقية مستمرة غير بالإيمان. الإيمان ليس فقط هو واسطة للخلاص، لكن الإيمان المسيحي هو المناخ والإطار اللي نعيش فيه رحلة الحياة مع الله. هو اللي يحكم فكري الصالح عنك يا رب، لكن مش بس معتقدات صالحة أنك كلي القدرة كلي الصلاح كلي الوجود، لكن هو اللي يحكم مشاعري ويظبط مشاعري تجاهي ويحط لي ثقة فيه. هو اللي يعمل العلاقة بيني وبين إلهي. عشان كده موسى في الحاجات العظيمة اللي عملها بيقول لأنه تشدد كأنه يرى، مش زي ما الناس بتقول ما لا يرى، من لا يرى، في علاقة، في علاقة. هو شايف مش حاجات كويسة هتحصل، هو شايف الله نفسه، يؤمن أن الله موجود وأنه متداخل في حياته يجازي الذين يطلبونه. الإيمان المسيحي هو اللي بيحكم معتقداتي عن الله، بيحكم مشاعري تجاه الله، بيحكم علاقتي مع الله، وبالتالي بيحكم أفعالي اليومية من طاعة ومن سلام ومن أمان ومن تسليم لله. هل إحنا كأفراد وكجماعة بتمر علينا أوقات منختبرش أعمال الله العظيمة؟ ربما يكون لافتقادنا إن الإيمان الذي لا يمكن الحياة بدون إرضائه في شيء عايز يتعدل. هل إحنا بتمر علينا أوقات شدة أو ضيق فيها بنقول له فينك، فيها بنقول مش عارفين نلجأ لمين، أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، مش من الجبال، لا هي من أين يأتي عوني. أنا لما أرفع عيني وأتأمل في كل حتة في النهاية عوني ما يجيش من عنده، معونتي من عند الرب خالق السماء والأرض. لما تتأخر استجابة الله أو تيجي بصورة غير اللي احنا متخيلينها، أو يحصل في حياتنا حاجة مش اللي احنا مرتبين لها، مين ممكن يعيننا؟ مين ممكن يعولنا؟ مين ممكن يسندنا؟ مين يحفظنا من أننا نتهز غير هذه العطية اللي هو الإيمان؟ روعة الإيمان المسيحي اللي بنتكلم عليه، بكلم نفسي قبليكم النهاردة عليه، مش أن أنا بكلمكم على حاجة أنتوا عايزين تعملوها، إحنا بنتكلم على حاجة هي عطية من الله. بالإيمان بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد. فالنهاردة إحنا ملناش عذر، إحنا محتاجين ونروح ونقول له يا رب زد إيماننا، كل يوم نمينا في الإيمان، كل يوم كبرنا في رحلة الإيمان يا رب. تعونا نحن رؤوسنا في صلاة. يا رب ياما مرات جرحنا قلبك، أهناك بعدم ثقتنا، ياما مرات حرمنا أنفسنا من السلام
والثقة والثبات في وقت الضيقات. ياما مرات حرمنا أنفسنا من أعمال عظيمة لأننا لم نرى قدرتك وحكمتك ومحبتك يا رب. ياما مرات يا رب اضطربنا بدون سبب، ياما مرات عشنا حياة فقر وضعف وخلل وارتباك لأننا لم نستطع أن نحيا معك بالإيمان. زد إيماننا يا رب اليوم كأفراد وكجماعات. عندنا من التحديات اليومية وعندنا من الضعف البشري اللي بيخلينا ننسى أمانتك وتعاملاتك معانا، فسامحنا يا رب وزد إيماننا باسم المسيح، آمين. نشكر ربنا لأجل كلمته لينا. أنا بشكر جدا دكتور القسيس عاطف مهني على وجوده وعلى مشاركتنا النهاردة بكلمة الحياة عن فكرة الإيمان. الآن نعبد الرب تقديم عطيانا، وأنا النهاردة هيكون كل العطية اللي هتجمع هتوجه لتعضيد العمل والخدمة في كلية اللاهوت الإنجيلية. ده حاجة بسيطة جدا بتقدمها كنيستنا في دعم الخدمة ومسيرة النجاح المستمرة في كلية اللاهوت الإنجيلية. أيضا أفكر حضراتكم أنه لو معانا عطايا الشكر ممكن نضعها في أطباق العطاء. شارك حضراتكم ببعض الإعلانات السريعة أثناء جمع العطاء. بيستمر لقاءنا في درس الكتاب كل يوم اثنين من الساعة 7 إلى 8:30 في الدور الرابع في المبنى الإداري، وغدا إن شاء الله هنبتدي دراسة في نبوة حبقوق، دراسة في نبوة حبقوق. نشكر ربنا لأجل يوم الشركة يوم الجمعة اللي فاتت، نشكر ربنا لأجل كل البركة والنعمة اللي ربنا بيباركنا بيها، نشكر ربنا لأجل كل المساهمات في إنجاح هذا اليوم، اجتماع مدارس الأحد، السيدات، الصديقات، لجنة الرعاية واجتماع الأسرة. رب يبارك تعب المحبة للكل. وإن شاء الله يوم الأحد القادم أنا هنتظر أن احنا نعرف آخر المبلغ اللي تم جمعه يوم الشكر علشان نشارك به الكنيسة. اجتماع الرواد بيدعونا للقائه يوم الجمعة القادم يوم 17 مارس الساعة 10:30 بالقاعة السفلى، وهيقدم الخدمة الفاضل الأسيس إميل نبيل، وموضوع الخدمة لا للفشل، وهيكون هناك فرصة للالتفاف حول المائدة المقدسة. أيضا الجمعة القادمة هتشارك الكنيسة في حملة للتبرع بالدم بالقاعة السفلى بعد انتهاء اجتماع الرواد من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 لكل اللي يحب ان هم يشاركوا في هذه الحملة. نشكر ربنا لأجل المرة الرابعة أو الخامسة اللي بتزور فيها الكنيسة قرية شمس الدين للخدمة هناك، خدمة القوافل. هتقوم بالرحلة يمكن الرابعة يا الخامسة لكنيسة شمس الدين في المنيا. هيكون من يوم الجمعة 24 الجمعة اللي بعد الجاية حتى يوم الأحد 26 من 24 إلى 26 مارس. وزي ما اعتدنا أنه زيارتنا للكنيسة ديت بتكون لافتقاد الأسر وتقديم خدمات متنوعة، سواء خدمات روحية أو خدمات متنوعة مع الشباب، مشاركة أطفال مدارس الأحد، الدعم الكنيسة في إكمال بناء الكنيسة نفسها وسكن الراعي. نشكر ربنا لأنه من خلال تدعيم الكنيسة للخادم اللي موجود هناك، طالب اللاهوت اللي موجود هناك، هو اتشجع وقبل التواجد للخدمة بعد تخرجه في كنيسة شمس الدين. فنشكر ربنا أنه بعد التخرج السنة دي هيكمل هذا الخادم خدمته في كنيسة شمس الدين. دار الثقافة بتعلن عن تخفيضات زي ما أعلننا قبل كده، هو بنفس أسعار المعرض، معرض الكتاب طوال شهر مارس. طلبة أخيرة من فضلكم، خلونا نستمر في الصلاة لأجل أحبائنا ممتاز ونجوى.
ممتاز ونجوى طلبوا مننا الصلاة لأجلهم ولأجل أسرتهم في التجربة الأليمة اللي سمح ليهم الرب بيها في انتقال جوز بنتهم شاب وانتقل من تقريبا من 10 أيام وكانت الجنازة يوم الأربع اللي فات. بنشكر ربنا لأجل تدعيمه اللي اتفرج على الجنازة على الستريمينج. مراته بنت ممتاز وقفت واتكلمت بإيمان واضح جدا وشاركت مشاركة كانت قوية جدا، لكن لا يمنع الألم ولا يمنع المعاناة. فمن فضلكم خلونا نستمر نرفع هذه الأسرة المتألمة في الصلاة. خلونا نشكر رب على عطايانا، وأنا هطلب من فاضل الدكتور الأسيس مكرم أنه يشكر رب على العطية، ونرفع كلية اللاهوت وأيضا نرفع أسرة ممتاز ونجوى أمام عرش النعمة. بعد الصلاة هيكون لنا ترنيمة ختامية مع أخونا مراد. يا بني السماوي نشكرك من أجل كل عطاياك، من أجل كل غناك. نشكرك من أجل النعمة التي حدثتنا عنها، التي احتوتنا وما زالت تحتوينا. نشكرك من أجل الطريق الطويل الذي نسير فيه معك وأنت تمسك بيميننا كصديق. نشكرك من أجل الإجابة على علامات استفهام لا نجد إجابة لها ولا نجد معنى فيها، لكن نشكرك من أجل الإيمان الذي ينير عيوننا لترى ما لا يرى. نشكرك من أجل الكلمة المقدسة التي كلمتنا بها ونحن نحتاج بصدق يا رب أن تستثمر إيماننا فيك، فزد إيماننا وزد نورنا لنسير في نورك. نصلي من أجل كلية اللاهوت، نشكرك من أجل التاريخ الطويل، ونشكرك من أجل الحلقات الممتدة والمتواصلة في أجيال عديدة خدمت وما زالت تخدم في كلية اللاهوت. نصلي من أجل كل دعم للكلية، لعبدك كمدير، لكل المسؤولين. نصلي بكل قوة وبركة في تأثيرات كلية اللاهوت في كل المناطق المختلفة في منطقتنا العربية أو في خارجها. نصلي من أجل الأحباء الذين جربوا في الأيام الماضية. نحن نعلم يا رب مقدار الصراع، لكن نشكرك لأننا أيضا نختبر عمق الإيمان. فباركهم كأبناء لك وهم يعيشون في نار التجربة، لكن أنت قادر أن توجد وسط النار لكي تعطي عزاء ورفعة وسند حقيقي. المسهم، امسح دموعهم، بارك ظروفهم كلها، لأننا نصلي في اسم المسيح. آمين. خلينا في ضوء ما سمعنا، وكان الأسيس عاطف كل شوي يقول عايزين ربنا يزيد إيماننا. ترنيمة 235 تقول نفس الكلمات دي: آمنت يا ربي فقوي إيماني، شدد يقيني وزد فيك إركاني. بنتكلم عن الرضا، فقل مولاي لست للرضا أهلا، أنا ما استاهلش، لكن فدا فدية نجاني. رفقاً بضعفي أيها المولى أمنت قوي وزد ربي إيماني. ترنيمة 235 بعد الموسيقى. أرجو أن نقف ونسبح. حاولت أختصر فيها حاجة بصراحة مش قادر، لأن كل الأعداد رائعة.
في أجازة من كندا. أهلا بيك فوستينا. يا رب نشكرك من كل القلب لأنك رب في كل حين تسمعنا عندما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. والآن نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله وشركة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.